عندي سكر ولبن وزبده وكاكاو، عندي شوفان وزبده طبعا فول سوداني وشويه فانيليا. اللي هنبتدي بيهم اول حاجه هحط اللبن في كاسرولة كده يسيح مع الزبده بتاعتنا الكتير قوي دي. ناخد بس من هنا سباتولا، وكل واحد على حسب بقى هو بيحب سكر قد ايه، يعني في ناس يحبوا السكر اكتر كتروا السكر اهو. هما كده اربعه مع الكاكاو، خلاص خلصت. نقفل بقى هنا النار وهي سخنه كده. على هذا الحال هنزل على طول بالزبده فول السوداني. ساحت عندي اهو الفانيليا، ودي مهمه عشان تخلي الريحه كده اهو لطيفه لاولادنا وهم بياكلوها. واخر حاجه ننزلها الشوفان بتاعنا. قلب 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 قلب، هتلاقوا الحاجات تقلت مع بعض على طول، شفتوا ازاي. ونبتدي نعملها كده بس معلقه عشان تطلع مظبوطه، كل واحده قد التانيه بالظبط، لازم على ورق زبده يا جماعه. اوكي